الحضور قائمة، ما زالت الحضور قائمة لمنتخب إيران. برافو على طول، على طول يا ولد، على طول. أنس زبون بيحاول يمر، أنس وبروح أنس وماشي، أنس ماشي، أنس ثلاث لاعبين، يلا هي 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 هي. يحقق هذا الهدف، شاف أنس زبون على طول، على طول. وهيثم زبون بدع الكرة في الشباك الإيرانية محققا الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في الدقيقة حوالي 83 من أحداث المباراة. برافو برافو، حلوين حلوين للشباب اليوم، حلوين والله. مباراة كبيرة ولكنها أيضا كبيرة كما هو